كذا المصرفيه عشان كذا باستمرار ظللنا نوكل على المواقف بتاعتنا بصوره معلنه ومحدده. وفي النهايه احنا محكومين بالكلام اللي بنقوله ما بالكلام اللي بينتشر في الوسائل باشكال مختلفه. التطور اللي حصل مؤخرا انه بعد ما اللجنه التسييريه لنقابه المحامين دعت لورشه فيها قوى عديده من ضمنها قوى الحريه والتغيير لمناقشه الوصول للدستور الانتقالي، واستطاعت المناقشات دي في النهايه انها تخلص لمشروع بتاع الدستور الانتقالي، هو حقيقه من اول صفحه فيه لحد اخر صفحه هو عباره عن تعقيد دستوري وتعبير عن المطالب اللي قاعد تحمل الشارع الان لطبيعه الانتقال والترتيبات الانتقاليه اللي هو عاوزها يعني. والدستور ده دستور منشور والناس شافوه وبتاع، والناس سمعوا برضه حملات الجماعه الضلاليين دي. طبعا كيزان دي اكثر ناس ضلاليين الله خلقهم في الدنيا يعني. هم سريع قالوا اليوم ذاك طلعوا الحاجه الصغيره الطلعوها دي، وقالوا انهم هم طلعوا لانه الدستور بتاع المحامين ده هو ضد شرع الله، وهو ما بعرف ضد الدين، وما بعرف شنو، وفيه علمانيه والكلام ده يعني. طبعا الدستور منشور ومعلوم ومظاهر يعني، ما في اصلا يعني كلام عن علمانيه ولا غيره. لكن المستهبلين دين هم طالعين ضد الدستور وتأييد للانقلاب. الانقلاب قائد الانقلاب الفريق الاول عبد الفتاح البرهان وقع في شهر 3/2021 مع الحركه الشعبيه لتحرير السودان يا عبد العزيز الحلو على فصل الدين عن الدوله، كلام مكتوب فصل الدين عن الدوله. الضلاليين دي ما في ولا واحد قال والله العظيم الشريعه وربنا قال وربنا غيره. قائد الانقلاب ده ذاته هو شريك المشافات لقى نتنياهو دين ايده في الكلام ده، ما في ولا واحد قال الله قال ولا الدين قال ولا غيره. هم عباره عن تجار دين، تجار دين يستخدموا الدين لغايات سياسيه، يستخدموا الدين لغايات سياسيه، ودي بضاعه بارده لا يمكن انها تتباع ثاني في سوق الله اكبر، ما تتباع ثاني. والشعب السوداني ما بيصدق الاكاذيب والاباطيل دي مره ثانيه. الخلاف الموجود هو خلاف سياسي، الخلاف السياسي ده هو بين مشروعين، مشروع مع الاستبداد، مشروع مع الفساد، مشروع مع العوده الى الوراء، ومشروع الثوره اللي بيني الاستبداد وبيني الفساد وبيفتح مستقبل جديد للسودان. والناس دي هم بينتموا للماضي ده، لمشروع الاستبداد والفساد اللي عاوزين الناس يرجعوا له ده، لكن المشروع ده زي ما قلت لن يعود اطلاقا. عشان كده بعد ما الدستور الانتقالي صاغته نقابه المحامين ووجد توافق من قوى سياسيه العريضه ووجد سند دولي برضه كبير، وبعض الاطراف الموجوده نفسها في الانقلاب ايدته زي البيان طلع من الفريق محمد حمدان ده قالوا في التاييد للدستور الانتقالي. حتى بعد ده المعسكر بتاع الانقلاب تعامل مع الموضوع بتاع الدستور الانتقالي ده بصوره جاده يعني. وزي ما ذكرنا من قبل قوى الحريه والتغيير هم قالوا انهم عندهم ملاحظات حول الدستور الانتقالي. نحن استمعنا للملاحظات دي وتلقيناها، وراينا انه الملاحظات دي هي على الرغم انه فيها بعض النقاط فيها تباين، لكن الملاحظات دي بتدرب الشقه وبتخلي انه مشروع الدستور الانتقالي مشروع صالح لانه حال اقراره يؤدي لانهاء الوضع الانقلابي الحالي واستعاده الوضع الديمقراطي. باين في الحريه والتغيير واضح يعني. باين في الحريه والتغيير واضح. يا ترى حل سياسي ان احنا بنمشي عليه. الحل السياسي اللي بيمشي عليه في الحريه والتغيير واللي بنفتكر انه هو بيحقق غايات الثوره وبيحقق مطالب شعبنا هو الحل اللي اولا بيؤدي لانشاء سلطه مدنيه كامله. سلطه مدنيه كامله سواء كان في مستواها السيادي، سواء كان في مستواها التنفيذي، سواء كان في مستواها التشريعي. السلطه المدنيه الكامله دي هي اللي بترقب المؤسسه العسكريه عن اقحام ذاتها في السياسه. والمؤسسه العسكريه في السودان دي حكمت 53 سنه من عمر السودان اللي عمره 66 سنه. 53 سنه اللي حاكمه فيها المؤسسه العسكريه دي اضرت بالمؤسسه العسكريه نفسها واضرت بالبلاد، لانه خلت المؤسسه العسكريه هي مؤسسه غير محترفه، هي مؤسسه والغه في السياسه الحزبيه، وبالتالي هي ما قاعد تشتغل في مهامها الاساسيه اللي المفروض تشتغل فيها. مهام المؤسسه العسكريه فعليا انها هي تحمي حدود البلاد وتحميها من اي مهددات خارجيه، مش انها هي تقود غمار السياسه الحزبيه الداخليه.
القوى المختلفة اللي أدخلت المؤسسة العسكرية في إدمار السياسة الحزبية خلت أمن السودان ده ذاته مهدد، أمن السودان ده ذاته مهدد، والبلاد ما قادرة إنها تحمي نفسها من المخاطر الخارجية، وفي نفس الوقت المؤسسة دي تدمرت الليلة. هسه الكذاب الكذابين دي هم رافعين الادعاء بانهم هم الواقفين مع الجيش وهم قلنا دي نفس الكذبه بتاعتهم، نفس الكذبه بتاعتهم في الديمقراطيه الثالثه، نفس الكذبه بتاعتهم في الديمقراطيه الثالثه، لانه والله يا اخي الجيش تم اهماله، الجيش ما بعرف الناس اشتغلوا به عشان هم يتقربوا له، والان هم بيكذبوا نفس الكذبه، في حين انه الجيش ده بيتكلموا عن الميليشيات الموازيه ليه والجيوش الموازيه ليه والمؤسسات النظاميه الموازيه ليه دي انخلقت في عهد الانغاز، خلقوها كيزان دي ذاتهم، هم اللي خلقوا الامن الشعبي والدفاع الشعبي وهيئه العمليات، وهم عملوا الدعم السريع نفسهم، هم عملوهم في عهدهم هم، وبالتالي هم اخر ناس يتباكوا عن الجيش، الجيش ما في قوه سياسيه واحده اضرت بالجيش في السودان ده اكثر من الجبهه الاسلاميه القوميه اكثر من الكيزان، وبالتالي الجيش ده نحن ذاتنا الاثنين، نحن وهو عندنا عدو مشترك اسمه الجبهه الاسلاميه القوميه اللي تعدد على وحدته وتعدد على قوميته وتعدد على مهنته وادلته في سنوات حكم الثلاثين، والان لا يستطيع الكيزان انهم هم يدعوا انهم هم اللي بيدافعوا عن المؤسسه العسكريه، نحن ديل والشعب السوداني ده هو الداير ينقذ المؤسسه العسكريه من براثن الجبهه الاسلاميه. وبالتالي نحن الحل اللي بنتكلم عنه هو بيرقب المؤسسه العسكريه خارج السلطه السياسيه، الحل اللي بنتكلم عنه نحن هو بيقول لجيش واحد مهني وقومي، برضه تثور الاكاذيب المتكرره عن انه الحريه والتغيير ما بعرف الدائره ما بعرف عندها علاقه مع الجهه دي من المؤسسه العسكريه او الجهه دي من المؤسسه العسكريه، كذابين. الحريه والتغيير الحل السياسي اللي بيتكلم عنه هو الحل اللي بيؤدي لجيش واحد مهني وقومي عبر عمليه تدريجيه مفصله زمانا ومكانا تؤدي للوصول الجيش الواحد ده، لكن احنا بنتكلم منه عمليه الوصول الجيش الواحد ده هي عمليه بتتعمل في زمان معلوم متفق عليه عبر مراحل معلومه متفق عليها، عشان الناس يتكلموا عن الوقائع ما يتكلموا عن الاكاذيب، ما يتكلموا عن الاكاذيب، الناس اللي بيفتكروا انه والله يا اخي البلد الحاليه دي بالثمانيه جيوش الموجوده فيها دي الجيوش الموازيه للقوات المسلحه دي ممكن حلها بقرار سياسي في يوم واحد ولا غيره، دي كذبه، طبعا دي كذبه، ونحن مهمتنا مش انه نكذب على الناس، نحن مهمتنا انه نقول الصدق للناس، نقول الحقيقه انه نحن دايرين جيش واحد في البلد دي، الجيش الواحد ده بيتبني في مده زمنيه معلومه متفق عليها عبر مراحل ومهام وتفاصيل متفق عليها، وده يجب انه يكون من اولى مهام الانتقال، وما في انتقال ديمقراطي يتم بدون ما يحصل اصلاح امني وعسكري بيقول لجيش واحد، مع حاله تعدد الجيوش دي لا بيحصل امن ولا بيحصل استقرار ولا بيحصل ديمقراطيه، والسودان ده الدوله نفسها حتكون مهدده بالزوال فيها. الحل اللي احنا برضه بنتكلم عنه هو الحل اللي بيقود لعداله انتقاليه وعداله شامله، عداله تؤدي فعليا لانه الجرائم اللي ارتكبت في البلد دي انه يضمن عدم مبدا الافلات على النقاب وانها ما تتكرر مره اخرى. وبالتالي البلد دي ارتكبت فيها جرائم عده في مناطق عده في انحاء عده، الدوله ضالعه فيها، المؤسسات المختلفه ضالعه فيها، وبالتالي معالجه القضايا دي ما بتتم بانه عفى الله عما سلف ونقول الصفحه القديمه، معالجه القضايا دي بتتم بمواجهتها بشكل مباشر وتحديد الجرائم اللي ارتكبت دي ومنه الجهات اللي ارتكبتها، والعفو ده هو حق موجود عند اهل الضحايا وصل الضحايا فقط هم اللي يمتلكوا حق انهم يعفوا ولا لا، لكن البلاد دي عشان تتجه للامام هي محتاجه انها تعالج المظالم اللي ارتكبت فيها من جهات مختلفه بمنهج شامل ومنصف حقيقه، لانه بدون انصاف ما بيحصل استقرار ولا بيحصل مشي لقدام يعني، وعشان كده ده يا هو الحل السياسي اللي احنا بنتكلم عنه في الكوادريه والتغيير، ما بيمشي اطلاقا في حل سياسي بيؤدي لشرعات الانقلاب، ما بنمشي لحل سياسي ما يجيب سلطه مدنيه حقيقيه عندها القدره والامكانيات، لانه برضه يا جماعه قالوا برضه احنا في النهايه طبعا واحده من الاليات اللي بتستخدمها الانظمه الشموليه ذاتها انه والله يا اخي يدوك قشره كده ده بتاعت سلطه مدنيه شكلها من برا شكل مدني، لكن كل الادوات الحقيقيه بتاعت الدوله متحكم فيها بواسطه جهات ثانيه، وبالتالي تفشل السلطه المدنيه نفسها، السلطه المدنيه نفسها ما تقدر تعمل البرامج بتاعتها وغيره، ونحن
أنا اسمي وصلين يعني عشان نخش في أي حل سياسي بيأدي لأنه والله يا أخي السلطة المدنية تكون سلطة صورية يعني كما سلطة مدنية حقيقية تتمكن من إنها البرامج التي تنفيذها في المرحلة الانتقالية تقدر تنفيذها فعليا الأدوات بتاعت الدولة تمتلكها بشكل فعلي وبالتالي على رأس الأدوات دي الأجهزة الأمنية نفسها السلطة المدنية ما لم يكون تابع عليها جهاز الأمن والمخابرات كليا ما لم الشرطة تكون تابع عليها كليا ما لم تكون المؤسسة العسكرية تحت الرقابة المدنية السلطة المدنية ما بتقدر إنها تحقق أي حاجة وما في بنمشي لأي حل ما بيحقق الكلام ده هل الحل ده سهل وميسور وفي متناول اليد اطلاقا الحل ده لا سهل ولا في ميسور ولا في متناول اليد والحل السياسي الحقيقي الحل السياسي اللي بيحقق الغضايا بتاعت الثوره هو نفسه شكل بيحتاج لشكل من اشكال النظام الوطني اللي بيؤدي للوصول اليه ده اللي نحن بنشتغل عليه صباح ومساء اذا استطعنا انه نصل لحل المواصفات دي اصلا طوالي ولم نتوقف ولم نتوقف طوالي بنمشي له وبنمشي له براره هم مش لو براها برضو الناس اللي بيقولوا الحرية والتغيير ماشي لحل براها وقعت اتفاق السري طبعا دي جماعة كلام ذاته ما بيحترم العقول يعني ما بيحترم العقول طبعا يا جماعة يعني الاتفاق السياسي ده ما زواج عرفي عشان يتعمل في السر يعني بدون الناس ما لما دي قضايا الشعب السوداني هو نحن ماشيين نتكلم عن قضايا الشعب السوداني قضايا الشعب السوداني دي لا يمكن إبرام اتفاقات حولها في السر الاتفاق ده إذا الناس بقى متاح بالنسبه لهم يوصلوا للحل، الحل ده حيكون تحت الاضواء الكاشفه لانه هو اصلا نحن لو ما حل مرضي للشعب السوداني حقيقه ما بنمشي له، وبالتالي ما عندنا حاجه بنخجل منها اطلاقا، ما عندنا حاجه بنخجل منها اطلاقا عشان نمشي عملها في اتفاق سري ولا غيره يعني، كل الموجود انه دي واحده من ادوات العمل السياسي، انه تقول شنو تقولوا بدين تقولوا بيعطوه الطريقه العمليه السياسيه دي ذاتها عندها اعداء كثر انت شفتوا براكم هسه يعني الكيزان دين بعث الله بهم من مراقبهم هسه بعد ما سمعوا انه في حل سياسي قريب بالمواصفات اللي احنا ذكرناها ده طبعا ده براو بيوري انه الحريه التغيير بتتكلم عن انه حل سياسي الحل السياسي اللي بيرجع الكيزان بيخلوني كوركو كده ده الحل السياسي بحق الغايات ده الحل السياسي اللي بحق الغايات الثوره وده ذاته هم القوانين بتاعتهم دي ورتني ان احنا ماشيين في الطريق الصح نحن ماشيين في الطريق الصح الطريق بتاع استكمال مهام ثوره ديسمبر المجيد عن طريق الادوات المختلفه اذا استطعنا انه نصل لحل سياسي بيحقق غايات الثوره بنمشي له اذا نحن ما استطعنا انه نصله بنواصل مقاومتنا السلميه الجماهيريه ده سلاحنا اللي ما حنلقيه في يوم من الايام حتى بلوغ غايات هذا الشعب كامله غير منقوصه دمتم دامت مرام وعليكم حرة بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الباشمهندس خالد عمر يوسف وننوه بأن الباشمهندس خالد عمر يوسف والأستاذ ياسر عرمان يستأذنان للانصراف لارتباط مسبق ونشكرهم ونشكر حضورهم وكنا نتمنى مواصلتهم البرنامج الى نهايه النهايه نشكركم جدا على حضوركم
وحدها تحقق أهداف الثورة. ويا جماعة باستطلاع التجارب العالمية اللي حصلت فيها تحولات كل دول العالم اللي انتقال من حكم شمولي وتسلط عسكري لانتقال مدني ديمقراطي في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أوروبا، كل الدول شهدت هذه الانتقالات. الكلام ده ما حصل في أي حتة في الدنيا. أنا قاعد أسألهم هذا السؤال، وين نموذج حصل فيه هذا الكلام؟ أنت تعمل تصعيد بقوة مدنية، الناس اللي عندهم دبابات وسلاح يتلاشوا يتبخروا، يتلب من الدبابة ويقول لك هديك السلطة خليتها تحت الشجرة تمشي تشيلها. ده ما بيحصل، لا في السودان حصل قبل كده ولا حصل في أي حتة في العالم. وبالتالي أي عمل مدني فيه مواجهة وتضحية، وده ما بيعني إنه الناس تتكلم عن إنه نحن ننتقص من أهداف الثورة ونقول ما بتتحقق. لا، أهداف الثورة نحن متمسكين بها كاملة ونزعى لتحقيقها. وبالمناسبة هي مش لأنها كلام الموجة بتاعت الثورة الآن، أهداف الثورة والحكم المدني وشعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة هي الوحيدة اللي بتقدر تحقق استقرار وسلام وأمان وفي السودان الوحيدة. في أطروحات تانية زي ما تبدأ، لكن دي الأطروحة الوحيدة اللي بتحقق تماسك المجتمع السوداني. ولذلك أي عملية بتاعت مقاومة مدنية بتضحية بشكل المواجهات المختلفة، مستعدين الآن نحن للتضحية ويضربونا ونضحي ونطلع ونضرب ونضحي ونطلع، ده لا تراجع عن أهداف الثورة. ولكن في النهاية إذا الناس اللي على قمة السلطة قالوا نحن دايرين حل، قالوا دايرين حل بدا دي اسمها العملية السياسية، يا القائمين يا ناس تانين بينحازوا، لكن بيجوا من يمثلوا القوات التي تحمل السلاح عشان المدنيين يتفاهموا معهم، دي طبيعة العمل كده. لكن ناس براهم يقول لكم انتوا كده يمشوا خلوها، ده ما بيحصل. وخصوصا الان نحن في تاريخ السودان لو رجعنا لورا كان الجيش وضعه افضل من ناحيه انه ما عنده مصالح ومطامع ومخاوف، فالامور ما كانت بالتعقيد الحالي. في ظل التعقيد الحالي الفرضيه دي مستحيله، وهي بتدخل نفسها في تحالف موضوعي مع السلطه الانقلابيه. انا لو كنت انقلابي أمتع موقف سياسي هو الموقف الجذري، أمشي في التدريس وفي الدربكة والمواجهات بأمد مفتوح، وهو بيرتب أموره بهنا وحيفتح له تريم مع المجتمع الدولي بهنا عشان يجي يجرب السودان الانهيار. وبتبقى دي من الخسائر بتاعتنا في الحتة دي، احنا دايرين نحاصر الانقلاب، نحاصره بالمشروع الوطني اللي نتفق عليه كله، بالتصعيد والمواجهة والمقاومة. قال عايز يتفاهم مع الناس، ده العملية السياسية اللي بنتكلم عنها بيشرحوا فيها الناس من قبل، انتم متابعين تفاصيلها كلها. عملية سياسية جابت أهداف الثورة حققتها، دي الحاجة اللي بنمشي فيها. دون أهداف الثورة الشارع قاعد ونفسنا قاعد، يقتلونا في غيرنا ما في مشكلة. عندنا مشروع الإصلاح الشامل. مشروع الإصلاح الشامل ده يا هو فيه الشعارات كلها اللي نحن كلنا متمسكين بها، فيه الحكم المدني ويكون عنده مرجعيه دستوريه، عشان كده لما نسمي السلطه مدنيه بيكون عندها مرجعيه دستوريه. فيه الاصلاح المؤسسي، مؤسسات الدوله حصل فيها تخريب ضخم جدا على مدى 30 عام والعام ال 31 الاضافي. تخربت مؤسسات الدوله وحكمت بالتمكين وفتحت فيها ابواب الفساد وحصل فيها خراب شديد جدا، كلنا عارفين تفاصيله واحده. وبالتالي الاصلاح الدوله والاصلاح المؤسسي بالمفردات المختلفه، من انه يكون عندنا جيش مهني واحد قومي يحفظ امن البلد ويعمل على حمايه المدنيين. الان هم ما مشغولين كثير بالمدنيين، يعني بنشوف الاقتتال في مواقع مختلفه من السودان، في النيل الازرق وفي لقاوه وفي دارفور وفي غيره. يعني الفات ده خليل حرب الإبادة التي يعني راح ضحيتها في دارفور 300,000. الآن نحن بعد انقلاب 25 أكتوبر ضحايا الاقتتال القبلي، بقى في اليوم واليومين نفقد 200 و300 في اليوم واليومين. يعني ده معناته السلطة الانقلابية بعيدة عن حماية المدنيين
وكما في جيوب من بعض أنواع السلطات القائمة ضالعة في هذه الإشكالات لأغراض تخصها في الحتة دي. وبالتالي الوضع ده المعرض حياة السودانيين والمدنيين لهذا الخطر ده وضع لازم مقاومته وإصلاح كل مؤسسات الدولة بحيث أنها كلها تكون في خدمة الشعب السوداني صاحبها وسيدها والمعني بأمرها. الجيش، جيش السودان، الأجهزة كلها بتاعتنا، أجهزة الدولة كلها دي تخص الشعب السوداني هو مالكها، ومفروض كل الفئات المتحركة وكل النخبة النظامية والسياسية هي ما عندها غرض ولا هدف غير إنها تخدم هذا الشعب صاحب الدولة، صاحب الكلمة، صاحب كل شيء، وهو المرجع في كل شيء. كذلك الحتة بتاعت الإصلاحات، إصلاح المؤسسات العدلية زي ما ذكر الأخ خالد الآن، أنا ما دار أكرر كلامه، لكن نحن بنحتاج كذلك فعلا لإصلاح المؤسسات العدلية بحيث تكفي الباب الانتهاك ويبقى ينال كل مجرم عقابه، ويبقى في تحقيق شفاف، كل من تورط في التحقيق ينال عقابه، ويبقى في مؤسسات تحقق العدالة، وده من الإصلاحات المهمة. كذلك الإصلاحات الاقتصادية ضرورية جدا جدا. أن إحنا الآن الدولة السودانية والشعب السوداني منهوب نهب كبير جدا، نهبون على مدى 30 عام الماضية، وفتح باب النهب الآن في العام الأخير، وبالتالي الإصلاح إدارة الاقتصاد وتحقيق ولاية المالية على المال العام وأيلولة الشركات الحكومية والنظامية لولاية المالية وقفل باب التجنيب وقفل باب التهريب، كل الأشياء دي بتحقق عافية الاقتصاد وبتحقق كرامة العيش والعيش الكريم للشعب السوداني. هو صاحب البلد، البلد فيها موارد كثيرة، فيها خيرات كثيرة، لكن للأسف كلها منهوبة. وبالتالي عملية الإصلاح اللي بنتكلم عنها هي تنضوي تحتها كل قضايا الإصلاح اللي في النهاية بتحقق العدالة، بتحقق العيش الكريم لأهل السودان. عشان كده المشروع ده مهم جدا جدا، والسلطة المدنية مصحوبة بالإصلاحات اللي بنتكلم عنها مهمة جدا جدا، وده الهدف ان احنا ساعين لتحقيقه بكل الوسائل. تختلف الوسائل، تختلف الآليات، لكن الهدف واحد. طيب ان احنا دي التفصيل بتاع المشروع مربع الحل اللي دارين ننتقل له، دارين نصل له بالوسائل المختلفة. عنده آليات لأنه في تعقيدات شديدة حصلت في الدولة السودانية، التخريب كبير، تخريب ممنهج على مدى أكثر من 30 عام طال كل مؤسسات وأجهزة الدولة. عشان كده عملية الإصلاح نفسها دائرة آليات تعمل مع بعض بعمق ودراية، ما بهدافية وعمل انفعالي بتاع شوفوني وأنا زولت منظر بالموقف قدام الناس، لا، داير عمل مدروس يحقق مصالح الناس بشكل فعلي. وعشان كده ده اللي بنتفق عليه ونحن في انه تكون دي الرؤيه بتاعتنا بتفاصيل مختلفه، من مربع الحل، السلطه المدنيه، الاصلاحات المطلوبه، ودي اليات تحقيقها تعمل مع بعض. الاليات دي تكلم عنها خالد كذلك، فيها الثوره والضغط الجماهيري، وبدون ما يكون عندنا الثوره والضغط الجماهيري يستمر ما بتتحقق حاجة. والآن في الحقيقة في واقع إحنا لازم ندركه، ونحن للإطمئنان ويدركوا الإنقلابيون عشان هم يعرفوا إنه أي زول بيفكر في انقلاب الوضع الجديد اللي استجد في البلد، الثورة نعم، إرادة الجماهير نعم، قيادة الشباب وتضحيتهم نعم، في مستجد ثاني اللي هو التعداد السكاني، عدد الشباب بقى الآن تلتين السكان وزادت المدن، وديل كلهم طبعا ضحايا التمكين والفساد. عشان كده الوضع الديموغرافي الجديد، التحول اللي حصل في إطار الثورة الموجودة مع الإرادة اللي عندنا كلنا دي الحاجة اللي بتأمل لنا إنه نحن زي ما قلت لك بيه، لو رتبنا قضايانا وكروتنا بطريقة صحيحة تاني ما في انقلاب عسكري، لأنه بقت المقاومة
والروح بتاعت التصدي المدني والإرادة المدنية أكبر من إنها تخر أكبر، وبالتالي عليها فقط إنها تتمسك بالرؤية الصحيحة، تتواصل مع بعض عشان تتفق وتزيل التباينات فيما بينا، ونطلع من تخوين بعضنا بعضا عشان نحن نعمل مع بعض في التحدي اللي قدامنا، هو التحدي الأكبر من الجهات الدائرة تمارس التبكين فينا تسلطا. وبالتالي الوضع اللي عندنا ده هو بيمكننا من إنه نحن نتوجه لحكم مدني في الانتقال يختتم بديمقراطية رابعة تكفي لنا الباب تاني أمام أي انقلاب عسكري. طيب الآليات فيها الموضوع بتاع الدور الدولي، والدور الدولي ده نحن برضو شيء من الكلام فيه مهم. الدور الدولي عنده أهمية كبيرة، نحن ما بنتكلم ونمشي للدور الدولي بالكلام والاتهام بتاع الناس السطحيين أصحاب الغرض، يقول لك دي أحزاب السفارات. هو أحزاب السفارات بتطلع للناس وتقعد وتتكلم وتشاور وتتبنى القضايا، ولا هي تكون عندها قضايا السفارات تكفلها في سفارات وتمشي بها. وبالتالي اللي احنا لازم نميز في الدور الدولي ان احنا الأطروحة من القيادات الوطنية، الإمام عليه الرحمة رضوان طرح كلام تبناه حزب الأمة في هذا الجانب، اللي هو في الدور الدولي التمييز بين الدور الدولي الحميد والخبيث. الحميد ده بيتطابق مع المشروع الوطني، نحن ابتداء نقول ده مشروعنا الوطني ماشي له. مشروعنا الوطني ده كل من يدفع معانا في سبيل تحقيق هذا المشروع الوطني والسلطة المدنية والتحول الديمقراطي وقضايا الإصلاح والتعاون مع الشعب السوداني وتحقيق أهدافه المختلفة، ده سايق معانا في المشروع ده، نتعاون معه بالكامل ونقبل التعاون معه والتنسيق معه في تحقيق أهداف الشعب السوداني. وبالتالي بتجي أهمية الدور الدولي هنا، والدور الدولي الوطن يقول له هي ساكاو، لكن نحن بننسق معاه لمصلحة الشعب السوداني. التانين ساكنوا لأهداف الدائر الحماية اللي رقبته بكل سكة الدور الدولي، الدائر يدوه حاجة هو ما مستحقها الشعب السوداني ما بيديها له بسكة الدور الدولي. والإخوة المطلعين الاتهام الآن بضد والحرية والتغيير إنها يعني بتاعة أحزاب السفارات مشت للدور الدولي، نحن بنقول لهم أنتوا يا في المؤتمر الوطني حتى لما مشوا في عملية السلام الفاتت بتاع 2005 فاوضوا تحت سيف قانون سلام السودان، وكان في إملاء ودور دولي كبير. الإمام الصادق وصف الحتة دي بأنه موقف حكومة السودان كان مطروح عليها من عدد من القوى الوطنية إنه الموضوع السلام موضوع كبير ويجب أن يتفق أهل السودان كلهم لمقابلته. طبعا ما بيسمعوا هذا الكلام وما عندهم آذان لهذا الكلام، مشوا في الترتيبات بالطريقة الأحادية للأغراض الحزبية الخاصة بخصهم. ولذلك وزاد وصف المشاركة في السلام في ذاك الوقت، قال حكومة السلام يعني عشان وضعها كان محاصر ومضيق عليها دخلت في السلام مش زي الزول الواقف على كراع واحدة، واقف على أصبع واحد. وفتحوا البلاد لكثير من الجهات الاستخباراتية تولغ في قضايا الوطن كما تريد من عهده بالمبادرة أبادته الثورة، وحدود البلاد بقت منقوصة، كثير من الجيراننا الخط يده في البلد وشال الجزء بيليه، ودي ده امتهان الكرامة الحصل في ذاك العهد المشؤوم المباد. نحن جبنا الكلام ده للأسف لأنهم اتنكتوا تاني وطلعوا وسلوا ألسنتهم دارين يتهموا الناس، فدي اسمها رمتني بدايها وانسلت. طيب الحتة بتاعت الفصل الأخير لموضوع دستور المحامين، ونحن في التحضير عشان نستفيد من التجارب بتاعتنا، الدستور الفات اللي هو كان تأسست عليه والشراكة أنهى الانقلاب 25 أكتوبر، دستور تعاهدنا عليه كلنا واتفقنا عليه كلنا،
بخيره وبشره. كان هو محل اتفاق في ذاك الوقت، وليد التجربة اللي حصلت في ذاك الوقت كان في سلبيات في إعداده، لكن ده الحاجة سمحت بها ظروف في وقت هذا، والناس كلهم أطراف في هذا الدستور. يعني حتى قوى الحرية والتغيير في وضع الأول كان الحزب الشيوعي ما طلع وحزب الأمة ما جمد، كل الناس كانوا جوا هذا الإعلان بمكوناتهم المختلفة، وقوى الثورة كلها قبلت هذا الاتفاق. وبالتالي نحن لما نجي ننتقده مش عشان نقول ما يعني نتهم زيد والعبيد، دي تجربة نحن نقر ونعترف بالسلبيات اللي حصلت فيها، عشان نحن مهم جدا التجربة الوطنية نستفيد من سلبياتها في مسيرتنا لقدام. ما خضع للتشاور الكافي في ذاك الوقت، ظروف كانت مختلفة، الناس عشان تكفل هذا الباب حصل تشاور واسع وإعداد بورشة مفتوحة للتوافق على الدستور الانتقالي، وده المجهود اللي اطلعت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، عملت جهد جيد جدا ممتاز جدا، فتح باب التشاور. قوى سودانية كثيرة سياسية ومهنية ومهنية ومدنية وشبابية ومن لجان المقاومة، جماعات كثيرة شاركت في ورش إعداد هذا الدستور وفي الصياغة وفي كذلك رأي الخبراء الفنيين السودانيين. خبراء الدستور اطلعوا عليه وقالوا تعديلاتهم، ورجعت للجنة الداخلية بتاعت اللجنة التسييرية بتاعت المحامين الموسعة، وكذلك خضع للتشاور من جهات خبراء دوليين في صناعة التساتير، أخذ رأيهم وجل المصنع السوداني. الناس بيقول لك رسلوا لنا الدستور يعني بل جاهز كده ورسل لهم. دي بعد ما عملنا الشغل الوطني كله في مراحله المختلفة، أن دمن المشروعات التعاون الدولي الحميد مقبول تماما، رأي فني جابوه والناس دخلوه في مطبخ الرأي السوداني، وفي النهاية أصحاب القرار في الدستور هم صناع الدستور الانتقالي السودانيين، هم طلعوه في صيغته الأخيرة. بالتالي أنا بفتكر ده استفادة من التجربة الماضية، نتكلم عن دستور انتقالي حصل فيه هذا التشاور الواسع عشان يجيب لنا دستور يكفل لنا الثغرة بتاعت عدم كفاية التشاور أو محدوديته في الوثيقة الدستورية الفاتت. وداء الحتة بتاعت الاتهامات المثارة نفهمها في إطار الصراع بتاع القوى الشمولية، ما دائرة حكم مدني ولا انتقال مدني ولا حكم ديمقراطي ولا كرامة السودانيين، مع إن الحملة باسم الكرامة ولكن هم ما دائرين كرامة السودانيين. عشان كده حصل الهجوم الأول أو محاولة الهجوم على الورشة. الورشة لما كانت شغالة عشان تعمل الدستور، جاءت جماعات الظلامية دي حاولت التعدي على الورشة، ولكن تصدوا لها الناس ودحروها، ومشى العمل بتاع الدستور بإجراءاته المختلفة ومشى في مراحله. نحن متابعينا الدستور ده، دستورنا كلنا كله قوى الثورة. هذا الدستور هو يتكلم عن الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والناس اللي ما شافوه يشوفوه عشان يقولوا رأيهم في الحتة دي. وفي جانب تاني نتم بيه وهذا الكلام في الحتة دي. وبالتالي أنا بس داير أقول الهجمة أكملت الآن بالقرار الارتدادي بتاع المحكمة ومحاولة إرجاع النقابة على سنها منتخبة. طيب الانتخابات دي كانت في العهد الظلامي الدحرات الثورة، لو دايرين نرجع مشروعية الانتخابات ما قبل الثورة، طيب ما نجيب عمر البشير من كوبر، ما هو ذاته كان منتخب. الانتخاب المدغمس ده المغيب فيه الشعب السوداني، إذا أصلوا دارين نعمل المشروعية كده، ده كله كلام هو ما عنده أي مشروعية. المشروعية هي مشروعية الثورة وقوة الثورة والحكم المدني اللي احنا ماشيين فيه، والسائقة قاصدة إن شاء الله. طيب في حتة تانية، حبيب الله، الناس بتخلط في بعض الأمور. الدستور ده ما نهائي، الدستور النهائي في عملية لصناعة الدستور، الدستور الدائم في البلد اللي هو هيكون فيه المؤتمر الدستوري، بيشاركوا فيه أهل السودان كلهم ما عدا المؤتمر الوطني، كله
قوى السودان تشارك في صناعة الدستور، والمؤتمر الوطني نفسه إذا طلع من إجراءات التمكين، نحن طالبين له حاجات كثيرة، نهب موارد البلاد عشرات المليارات من الدولارات والأيدي ملطخة بدماء السودانيين، لو نظف أيديهم من دماء السودانيين ومن أموال السودانيين خليه يجي يشارك مع السودانيين بعد ذاك، لكن نحن بيننا وبينه حساب لازم نصفي هذا الحساب الأول. فبعد المؤتمر الدستوري بيخضع الدستور الدائم للبلاد لتشاور وإشراك أهل السودان في الرأي والقرار النهائي، ولذلك دي عملية طويلة وبتجي بعد ذاك الانتخابات. عشان كده رأي السودانيين ما في زول بيجي يفرد برأي عشان يمشي به، طالما الكلام من قوة مدنية ما في زول داير يفرض حاجة بالدبابة على الناس، الرأي ده أصلاً رأي الناس وهم اللي بينجدوه هم اللي بيصححوه هم اللي بيقيموه وهو اللي بيعنيه في النهاية. نحن ما طارحين أي حاجة عشان ننفرد بها ولا نتسلط بها على أي وضع في السودان في أي مرحلة، ولا في الانتقال ولا بعده. نحن كقوة سياسية مرجعيتنا هي الشعب السوداني، وإذا قدر لنا أن يكون عندنا دور في أي حكم وسلطة فلتكن بإرادة وتفويض الشعب السوداني. طيب الحتة الأخيرة في الجزء بتاع المعركة بتاع الجماعة ديل اللي هي الجانب المتعلق بالكرامة، وطبعا أنا بستغرب جدا الكلمة دي يلفوا منها أي حاجة يقولوها، لكن الكرامة هم ما ممكن يزاودوا على أهل السودان وعلى ثورة السودان في الكرامة، لأنه كرامة السودانيين ومش منون ماشي حقيقة. السؤال ما كده، من الذي انتهك كرامة السودانيين أصلا؟ انتهكوها بالانقلاب، وانتهكوها بالارتهان الأجنبي، وانتهكوها بالتفريط في تراب الوطن، وانتهكوها بالظلم السودانيين وبإفقار السودانيين، والفاتو انتهكوها بأنهم جابوا لنا رأس دولة مطلوب للعدالة الدولية ملاحق مطارد، وده كله امتهان ومرمغة لكرامة السودانيين، ناس يحبوا الكرامة وكرماء ويقدروا الكرامة ولا يقبل الذل والمهانة. مورسة هؤلاء الناس مارسوا فيهم كل هذا الإذلال، ولذلك نحن سؤالنا لهم فعلا ما في باب للمزايدة مع أهل السودان ولا ثورة السودان ولا القوى السياسية السودانية في من يحقق الكرامة، ولكن نحن كلنا كأهل السودان نحن جميعا أهل الكرامة والبندافع عنها والمتحلين بمسؤولة وقيمة، هم الذين ينتهنون كرامة السودانيين. طيب أنا الخلاصة في الحتة دي، كرامة السودانيين تتحقق بالثورة وقيمة والحكم المدني والإصلاحات المختلفة، العدالة تتحقق بقيمة الثورة، توفير الأمن والمعيشة، دي كلها بتحققها قيم الثورة وهي الوحيدة. والثورة ما هي القوة، الثورة مجتمعة ما هي الوحيدة الموجودة في المجتمع السوداني، صحيح في آخرين ولكن حقيقة اللي بتتفرد به وتتميز به إنها الوحيدة صاحبة المشروع اللي بيأسس لاستقرار البلاد ويحقق مصالح حتى دعاة الشمولية. طيب نحن في الحتة بتاعت الكرامة دي في الجانب الاقتصادي، الإصلاحات في الدولة وإيقاف الفساد والتهريب والتجنيب وولاية المالية على المال العام، الليلة قبل ما نحن ننهض بالبنيات الإنتاجية وندفع بها للأمام عشان نرفع الإنتاج في جميع ربوع البلاد، الليلة في ظروف الإنتاج المبهدلة دي يستطيع أهل السودان بإنتاجهم الحالي بالإصلاحات توفير لخزينة الدولة والنظام المصرفي ما لا يقل عن 7 مليار دولار في العام، 7 مليار، 5 من الذهب 2 من الصادرات الأخرى، كله بيهدر بالتجنيب والتهريب. عشان كده موضوع الإصلاح اللي نتكلم عنه مهم، وده اللي بيجيب عافية الاقتصاد وبيحسن المعيشة وبيجيب كرامة السودان والسودانيين.
نحن برضو في المشروع الوطني لما نمشي فيه نحن عندنا في وضع أفضل عشان نحقق استقرار مع جارتنا دولة جنوب السودان، والتبادل التجاري اللي واسع في 30 سنة وفي السنة الإضافية، العلاقات مهما حصلت تواصلات فوقية ما جيدة بحيث إنها فتحت باب التعاون بين السودان شمالا وجنوبا، ولكن نحن لما نصل لهذه المعادلة التجارة مع الجنوب بتجيب لاقتصاد البلاد ما لا يقل عن 3 مليار دولار في العام، دي هتكون إضافة، بالإضافة لتحويلات المغتربين من 3 ل 4 مليار دولار في العام، ومسارع إعفاء 50 مليار دولار ومن دول نادي باريس، وإعفاء كذلك كل هذه من نادي باريس وغير نادي باريس، والمساعدات الدولية اللي كان متفق عليها المتجاوزة 4 مليار دولار في مشروعات حيوية وقطاعات حيوية، الزراعة والطاقة والإنتاج المحلي وتمكين المرأة ومشروعات الشباب ودعم الموازنة، كل الحاجة دي فوائد الاقتصاد وفوائد السودانيين، ودي الحاجات اللي بتحسن المعيشة وبتجيب كرامة السودانيين. أي خمونة بالكلام اللي بيقولوه دايرين يفطرونا وياكلونا وياكلوا حقنا، يقول لنا نحن نجيب لكم الكرامة. فبالتالي نحن الآن على اعتاب الانتقال للمنشود لحكم مدني مصحوب بالاستصلاحات والإصلاحات المختلفة، والانتقال اللي يكون ناجح، وصلنا لانتخابات ونأمن الوضع ده كله في الفترة الانتقالية وفي الانتخابات ضد التحديات وضد الردة الشمولية، فنكمل تأسيس دولتنا، وفي سبيل تأسيس هذه الدولة والوصول لها قدم شعب السودان أعداد ضخمة من الشهداء ضد الحكم الأجنبي وضد التسلط الشمولي وضد التمكين الأول وضد التمكين الثاني، فنسعى لدولة العدالة والإصلاح والمدنية، وده فيه بجانب تحقيق العدالة الوفاء لدماء الشهداء بتحقيق كل الأهداف التي بذلوا حياتهم الرخيصة من أجل كرامة الوطن وكرامة الشعب. شكرا، والسلام عليكم. احنا مربوطين كان بالموضوع فعلا بتاع اكمال الندوة والاسئلة بتاعتها، لكن انا بعد اذنكم يعني عندي ما في حاجة اهم من الكلام ده، لكن في ارتباط بتاع حاجة يعني فيها اهمية بالغة بتضطراني امشي. بعتذر لكم اعتذار شديد جدا جدا، انا تأخرت في الوصول ويعني كمان بادرت بالمشي قبل الإكمال، وأنا في إيدكم أي وقت تاني الجمعة الكريم الطيب ده، إذا في يعني الحبيب محمد الفكي موجود إن شاء الله يواصل معاكم أي وقت تاني في حاجة، نحن القضايا دي قاعدة ودائرة تشاور ودائرة تواصل، ومشوارنا مع بعض بإذن الله طويل. علي حال أنا والله بعتذر جدا جدا، بتأسف جدا جدا على هذا، وأي وقت دارين نرتب أي حاجة تانية أنا على تم استعداد إن شاء الله. شكرا لكم وموفقين إن شاء الله.